بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير أعزائنا المتابعين، والله يحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي دي ام ام سبورت، والذي يعرض عبر قناة دي ام ام الفضائية. حقيقة الفريق الهلالي خيب آمال الجماهير السعودية رغم كل الدعم وكل يعني التهيؤات اللي أعدت لهذا الفريق منذ وقت مبكر، رغم المكافآت الكبيرة التي رصدت، رغم حقيقة الدعم اللوجستي، الدعم الحكومي على كافة الأصعدة لأجل الظفر ببطولة آسيا، لكن للأسف الشديد خسر الفريق مباراة الإياب أيضا من فريق إيوارا الياباني هناك في طوكيو في اليابان. وللأسف الشديد رغم سيطرة الفريق السعودي لكن لم يستطيعوا التسجيل، كانوا أقل مستوى مما كانوا عليه في الرياض. رغم تواضع فريق إيوارا الياباني، أنا من وجهة نظري أن الفريق هذا لا يستحق أن يفوز على الهلال، لكن إيش مشكلة الهلال مع هذه البطولة لا نعلم. يعني أنا بالنسبة لي كنت أتحدث في أكثر من منبر وتحدثت عبر حساباتي أن مشكلة الهلال وحيدة هي في الضغط النفسي على اللاعبين. اللاعبون حقيقة لا يتعاملون مع هذه البطولة هناك يعني كما يجب، هناك ضغوطات اللاعبون وكأنهم دائما خارج أذهانهم خارج الملعب. رأينا الفريق الياباني لا يهاجم، يحاول على قدر الاستطاعة أنه يضيع الكرات في وسط الملعب، وفي الجهة المقابلة الهلاليون يحاولون أيضا أن يعاملهم بنفس التعامل. الكرة كانت يعني في أغلب فتراتها بنسبة 90% كانت في وسط الملعب، لم نشاهد الاختراقات مع الأطراف، لم نشاهد العرضيات، كان كل اللعب مع وسط الملعب. للأسف الشديد لم يحققوا المراد رغم كل التغييرات اللي أجراها دياز بدخول العديد من المهاجمين، ياسر القحطاني، فمختار فلاتة، أيضا غياب خربين عن التوهج كان له يعني كان علامة استفهام. بكل تأكيد أثبت البرازيلي إدواردو أنه علامة فارقة في الفريق الهلالي، لأن حقيقة في كان الهلال يفتقد لهذا اللاعب في هذا النهائي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله يحاول الإدارة الهلالية أن تتعامل مع الأمر بشكل أفضل في الموسم القادم في النسخة القادمة، وإن شاء الله نتتعدى الأمور وتجاوز هذه المرحلة سواء الهلال أو أي نادي سعودي آخر. نتمنى أن يحقق هذه البطولة والتي استعصت علينا منذ أكثر من 17 عام. أعزائنا المتابعين، بداية مع العناوين. سباق الجري الخيري 22 في الشرقية نجاح منقطع النظير. الهلال يخسر اللقب الآسيوي بهدف الدقائق الأخيرة. رغم كل الدعم لكن لاعب الهلال خذلوا جماهيره. أهلا بكم أعزائنا المتابعين في هذا الجزء من حلقتنا لهذه الليلة. بطبيعة الحال سباق الجري الخيري الذي يقام في المنطقة الشرقية منذ أكثر من 20 عام لا زال متواصل بالعطاء، لا زال هذا السباق يحظى بمتابعة حقيقة جماهيرية كبيرة، وأيضا حتى على مستوى الدوائر الحكومية. هذا السباق الذي يشارك فيه سنويا أكثر من 12,000 متسابق على كافة شرائح المجتمع، على كافة الفئات السنية، كبار صغار، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، حقيقة مردودات كبيرة جدا. شكرا للجان المنظمة على هذا السباق بقيادة الأستاذ والحقيقة رجل الأعمال المعروف عبد العزيز التركي، الذي لا يدخر جهدا في دعم أي بادرة رياضية خيرية. هذا السباق كان قد أقيم يوم السبت الماضي رقم 22، بسم الله ما شاء الله تبارك الله 22 سنة وهذا السباق يقوم بشكل سنوي على مدار 22 سنة، وهو يقدم العديد والعديد من الرسائل للمجتمع من خلال البث الإعلامي في هذا السباق وقبله وحتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعية. كان هذا السباق قد أقيم يوم الجمعة الماضي أو عصر يوم السبت الماضي بحضور محافظ الخبر الأستاذ سليمان الثنيان، وأيضا مدير إدارة التعليم في المنطقة الشرقية، وأيضا رئيس بلدية الخبر، وأيضا مسؤولين من المرور، مسؤولين من الشرطة، وبعض حقيقة الأسماء الرياضية.
المعروفة مثل الدكتور جاسم الياقوت، وكان قد حقق العديد من الأهداف المرجوة منه. نطلع أعزائنا المتابعين نتابع هذا التقرير عن هذا السباق ثم نعود إليكم. ربي وفقني ذا اليوم حصولي على المركز الأول، وكمان أخوانا المتسابقين يعطيهم ألف عافية، وكمان أشكر المنظمين وكلنا العيون من نقيم له السباق الجمعية ضد التصلب العصبي وبد، ومشكورين وبارك الله فيكم على التغطية. الحمد لله جينا السباق هذا السباق الخيري في الخبر، تجهيزات ما شاء الله عليهم الشباب، تجهيزات كبيرة عظيمة، جهزنا للسباق تقريبا شهرين متواصلين للاستعداد. المنافسة كانت قوية جدا في الخمسة كيلو، والحمد لله حرزت المركز الثالث، وهذا الحمد يعني بالتدريب المتواصل بالجهد المتواصل تحقق هذه المراكز. شكرا لكم. أول شيء نشكر على القائمين في هذا السباق الخيري. إحنا في بلدية محافظة الخبر قمنا من وقت مبكر بالتجهيزات معهم، وكنا راعي استراتيجي لهذه التظاهرة، ونتمنى بإذن الله عز وجل أن كل سنة تعاد ومن أعلى إلى أعلى بمشيئة الله. والشكر لجميع الأخوان الذي قاموا على هذا المهرجان الرائع الكبير، والله يوفقكم، وشكرا لكم أنتم قناة الدمام. أشكر جميع الجهات الحكومية وعلى رأس مقام إمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمهم اللامحدود لهذا السباق. طبعا السباق الآن عمره الآن 22 سنة، الحمد لله من نجاح لنجاح. السباق دائما يأخذ بعض الظواهر السلبية أو بعض الأمراض ويحاول يسلط الضوء عليها ومن ثم يدعمها. فالأجواء اليوم جميلة جدا، الأجواء اليوم صراحة تشجع على الركض، فكانت أمسية جميلة، أمسية لطيفة، وزاد من لطافتها وهذا فرقة الراية بمعزوفاتهم الوطنية والتجمع الذي تراه، التجمع الكبير من الحضور. ف
فهذا كله صراحة شيء رائع وشيء جميل لهذا السباق. إذن كان هذا تقرير مصور وبعض الآراء لبعض المتسابقين وبعض المسؤولين اللي تواجدوا. يعني ما زلت أكرر الشكر لكل اللجان العاملة في هذا السباق. نتمنى إن شاء الله أن يتواصل، نتمنى أن يكون هناك نسخ مكررة من هذا السباق في بقية مناطق المملكة لمردوداتها الإيجابية على المستوى الرياضي، على المستوى البدني، على كافة الأصعدة، حتى على مستوى التواصل بين شرائح المجتمع. أعزائنا المتابعين، نتوقف لهذا الفاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم أعزائنا المتابعون. الفريق الهلالي خسر نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجتي الذهاب والإياب. في الذهاب تعادل الفريق 1-1 مع فريق قيوارة 1-1 في الرياض، وفي الإياب خسر النتيجة بهدف مقابل لا شيء. رغم سيطرة الفريق الهلالي لكنه لم يشكل ذلك الخطر على مرمى الفريق الياباني، رغم حقيقة تواضع الفريق مثل ما ذكرت من وجهة نظري الخاصة أن الفريق الياباني لم يكن بذلك الند القوي للفريق الهلالي. كان يحاول أن يمرر الكرات بأكبر قدر ممكن في وسط الملعب، وحقيقة بادر الهلال بنفس الرتم، ما أدى إلى حقيقة أن المباراة تمشي إلى نهايتها. واستطاع الفريق الياباني عن طريق دي سيلفا اللاعب الذي البرازيلي الذي سجل في مباراة الذهاب أن يسجل هدف الفوز في المباراة الإياب ويحققون كأس آسيا. للحديث أكثر عن هذه البطولة، عن هذه المباراة وعن خسارة الهلال والمسببات، يسعدنا أن نستضيف المحلل الرياضي أحمد الملحب. أبو محمد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا أخوي علي، رحب فيك ورحب المشاهدين متابعين الكرام. أهلا وسهلا أبو محمد. بداية طبعا نقول هارد لك لجميع الجماهير السعودية بشكل عام والهلالية بشكل خاص. أراد الله وما شاء فعل، حاول الهلاليون رغم كل الدعم لكنهم لم يستطيعوا أن يحققوا هذه البطولة، ما هي الأسباب؟ نعم ألو أي معك. في البداية في الحقيقة زي ما قلت قدر الله شاء ما فعل، هذه كرة القدم فوز وخسارة. في البداية طبعا نبارك الفريق وراوة الياباني ونقول حارتك للهلال وجميع الهلاليين. الحقيقة المباراتين كانت سيناريو غريب وعجيب. الهلال في المباراة الأولى قدم كل شيء، سيطرة تامة خاصة الشوط الأول، أضاع فرص سهلة. عمر خطيبين أضاع الفوز على فريق الهلال 3 فرص تقريبا مؤكدة. مباراة كانت في اليد ولكن الهلال خسرها بالتعادل. المباراة اليوم حقيقة مباراة أنا يعني أختلف معك شوي، فريق أوراوا ليس بالفريق السهل، فريق قوي، فريق خصم عنيد. قبل الهلال أخرج فرق عريقة، كوانزو أخرج فريق شنغهاي الصيني، وهي فرق كلها تمتلك لاعبين أجانب على مستوى عالي ولاعبين محليين يعملون الفارق. اليوم طبعا الهلال نفس سيناريو المباراة الأولى، أعتقد فرض شخصيته في الشوط الأول، سيطر، هاجم، حدد. صحيح لم تكن فرص حقيقية بمعنى الكلمة، ولكن سالم الدوسري من استجابة كورتين كان بإمكان أفضل من مكان. طبعا في الحضور الجماهير الكثيف اليوم ساند فريق أوراوا، وهذا طبعا حق من حقوقهم. الشوط الأول الهلال طبعا السيد دياز لعب بشكل جدا سليم وأداء متميز وخطة لعب ممتازة ولعب أفضل اللاعبين لديه. الشوط الأول مشى على ما يحتاج الهلال، انتهت بالتعادل، لم يسجل فريق أوراوا الصيني. ولكن المشكلة الهلال أعتقد في الشوط الثاني وخاصة بعد خروج لاعب عمر خريبين. طبعا عمر خريبين من الأصيب من أول ربع ساعة تقريبا أو 6 ساعة من بداية الشوط، ولكن تحامل على نفسه ولعب إلى الدقيقة تقريبا 70 من الشوط الثاني. أنا أعتقد خروج خريبين هي كانت التحول في المباراة لفريق أوراوا. أنا أعتقد دياز خطأ فادح بخروج خريبين، صحيح اللاعب كان مصاب، ولكن كان تواجد خريبين وهو مصاب أفضل
من تواجد مختار فلاته. نعم. عمر خربين كان موقف المدافعين وموقف الفريق الأوراوي تواجد. بس ما شكل أي خطورة يا أبو محمد يعني. في لا النهاية ما شكل أي خطورة لأنه كان مصاب من أول ربع ساعة أصيب اللاعب. ولكن رغم إصابته لأنه كان عامل قلق للمدافعين اليابانيين. طيب حتى خليني بس يعني بقطع كلامك، حتى عندما نزل مختار فلاته ونزل ياسر قحطاني لم اثنين لم يشكلوا اي خطوره يعني ما يعني انا بالنسبه لي انا قلت لك معليش استاذ مختار فلاته وياسر القحطاني هذه من اسباب يعني خيارات السيد دياز. عمر مختار فلاته احنا نعرف انه تكلمنا عن الاسبوع الماضي المباراه الاولى منقطع طوال الموسم لم يشارك وفجاه بقدره قادر أصبح جاهز للقاء. ياسر القحطاني مع احترامي الشديد له واحترامي لتاريخه واحترامي الفن وأداء إلا أن ياسر القحطاني خلاص ياسر القحطاني فنيا انتهى. ياسر القحطاني فنيا انتهى لا يوجد عنده أي جديد. اختياره في المباراة اختياره في المشاركة ما أبغى أقول مجاملة لتاريخ اللاعب ولكن أنا بقول أنا أحمل دياز الخيار هذا خطأ يعني جدا غلط. اثنين ليسوا في الفورمة كيف أشرفتهم في المباراة حاسمة هذه كبودلة خيار غلط من دياز ودياز هو من يتحمل حتى التغييرات يعني الأخرى التغييرات الأخرى سواء سلمان الفرج أو عبد الله الطيب. أنا أبو سلمان الفرج كان هو المفروض هو الخيار الأول في التبديل التبديل الأول ينفع سلمان وينزل مختار فلاتة ولكن هذه خيارات دياز ومن يتحمل. أنا أقول اليوم دياز يتحمل بنسبة كبيرة جدا. طيب الـ الـ يعني انت خليني انا بناقشك في موضوع العامل الهجومي وعدم وجود الـ 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 الهجوم الخطر يعني كان دائما على مثل ما ذكرت انت يمكن اغلب الهجمات الخطره كانت عن طريق لاعبه النص ما يعني ان هو حد امرين يا يعني ان اللاعبين المهاجمين لم يكونوا في الفورمه جميعهم سواء خربين او ياسر او مختار او اللاعب الوسط لم يستطيعوا ان يتعاملوا مع المباراه كما يجب وما اعطوا اللاعبين المهاجمين الكرات او أدوهم بالإمداد الجيد. شوف شوف خليني بقول لك دائما المباريات النهائية دائما المباريات النهائية يعني ما تعترف بشيء اسمه مستوى دائما النتائج هي الأهم وتسجيل الأهداف هي الأهم. الهلال قدم مستوى وقدم ولكن ما في أهداف ما ينفع. الهلال اليوم اعتمد طبعا خطورته كانت دائما من سالم الدوسري. سلمان الدوسري عمل كل شيء الشوط الأول وكان هو مركز الخطورة كان يلعب مجهود فردي كان في تعويل على نواف العابد اليوم انه يقوم بالمهمه في الجهه اليسار لكن هو لم يكن ذاك اللاعب في المباراه لانه كان يلعب تقريبا 10 يعني خلف خربين. نعم هو يلعب تحت خربين ولكن الفرج لم يكن يعمل زي ما عمل سالم الدوسري. سالم الدوسري حقيقه عمل يعني اشياء كثيره في المباراه عمل مجهود فردي حاول يخترق طرده ولكن مع الاسف سالم الدوسري في النهايه عمل حركة غير جيدة بالكرت الأصفر في الكرة الأولى أو في الكرت الثاني مع الأسف كرتين سهلين ما كان له أي داعي يخسر نفسه وخسر فريقه وخسر فريقه. أبو محمد لاعبي الهلال حصلوا على 9 كروت صفراء إيش يعني لك ذلك؟ شوف أنا ما أبغى أنا أقول يعني المباراة حساسة مباراة نهائية مباراة حاسمة فيها شد فيها ضغط على اللاعبين. يعني هل تتفق مع رأي اللي يقول ان اللاعب الهلال في يعني في آسيا تقريبا في مثل هذه المباريات يتعرضون لضغوطات نفسية كبيرة جدا حتى مباراة الذهاب كان 7 كروت صفراء يا اخي في الرياض. لا 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 شوف انا اختلف اختلاف كلي. لا ضغوطات هم لاعبين دوليين لاعبين محترفين على مستوى عالي لا اعتقد ولكن هي أهمية المباراة وهي كروت نصبا على اللاعب احيانا تجي كروت واحيانا حتى تقدير الحكم بالكرت غير صحيح يمكن بعض الكروت غير مستحقه نهائيا رغم سيطره الهلال في مباراه الذهاب ومباراه الاياب السيطره الكبيره جدا يعني بنسبه تقريبا 80% لكن مع ذلك الفريق الياباني ما حصلوا على كروت صفراء مثل ما حصل عليها الفريق الهلالي. هي شوف هي ترجع في الاول في الاخير للحكم المباراه وقيادته للمباراه يعني في كروت احيانا لاعبين اليابان يستحقونها ما اعطاهم كروت سواء في الرياض او هنا. يعني انت ترى ان التحكيم اثر على النتيجه؟ لا التحكيم ما كان له تاثير حقيقي لا في الرياض ولكن انا اتكلم لك على الكروت. لكن الشيء شوف اليوم اللي حصل للهلال حقيقه يعني سواء في الرياض او في طوكيو يعني سوء حظ قريب وعجيب يعني خاصة مباراة الرياض يعني مش ممكن يعني الهلال مسيطر سيطرة تامة
وكرة سهلة، وكرة سهلة يعني تخش فيها أهداف. يعني الهدف اليوم يعني مفروض أسامة هوساوي لاعب دولي لاعب كبير، مش بالسهولة اللاعب المهاجم الياباني يمشي يعدي منه بالسهولة هذه. على فكرة أبو محمد، يعني دي سيلفا اليوم يعني لعب تقريبا إلى الدقيقة 80 أو تقريبا إلى 77، يعني كان يلعب يا كطرف أيسر أو يعني جناح متأخر، يعني جناح أيسر، لكن من الدقيقة 80 تقدم كرأس حربة صريح. هل هي خطة من المدرب الياباني؟ لا، شوف أنا بقول لك، أنا أقول لك دي سيلفا، أنا قلت قبل المباراة، دي سيلفا سيكون هو لاعب الحسم في المباراة، وأنا قبل المباراة حقيقة أنا توقعتها يابانية وقلت دي سيلفا هو اللي حيحسم اللقاء. دي سيلفا أنا أتوقع من خلال رؤية المباراة اليوم هو اللاعب لعب وهو مصاب، تحركاته كانت قليلة، يلعب دائما على الطرف، يلعب على الطرف الأيسر، كانت مشاركته ضعيفة جدا، أنا أتوقع لاعب مصاب، ولكن هو استقل كورة، وطبعا لاعب مهاري ولاعب جيد، ولكن برضو أنا أحمل أسامة يعني المفروض كلاعب دولي كلاعب خبير في المنطقة هذه مش بسهولة يمر علي اللاعب رفائيل. رفائيل عدى من الكرة وبعدين الجحفلي صوب الكرة، حقيقة هدف كان جيد، لكن في حظ قوي مع اللاعب في الكرة هذه. ايش اللي ينقص الهلال ابو محمد ليحقق البطولة؟ حلو يعني سؤال حلو. الهلال انا قلت واكرر من اكثر من 3 سنوات الهلال يحتاج، طبعا انا اول حمل دياز والاداره الهلاليه في خيارات اللاعب وبالذات السيد دياز انا هو المسؤول. الهلال يحتاج قلب دفاع متمكن في هالخانه هذه. الهلال مع اسامه مع يعني انت واحد، يعني تقصد مدافع واحد، المدافع واحد مدافع اجنبي مع اسامه هوساوي. نعم. لابد مدافع اجنبي على مستوى عالي، يعني احنا حتى في الكره السعوديه ما عندنا سناتر، يعني سناتر صح ما يوجد. فالهلال اذا يبغى يعني الهلال، شوف يعني انا برضو برجع وبقول لك الهلال ما ابغى اقول الهلال ينقص مدافع او مهاجم، المباراتين اليوم كانت في يد الهلال، المباراتين كانت في يد الهلال، لكن سوء حظ غريب وعجيب تعرض للهلال. الهلال قدم كل شيء لكن المستويات ما تنفع، الاهداف وتسجيل الاهداف هي اللي تجيب لك البطوله، وهذا ما افتقد الهلال في الرياض او في طوكيو. طيب سؤالي الاخير لك ابو محمد، هل تعتقد أن هذه الخسارة وخروج الهلال من الأسيوية سيؤثر على الفريق في المسابقات المحلية الموجودة الآن؟ والله يشوف الهلال فريق كبير وفريق عريق ويملك إدارة واعية. نواف السعد رئيس النادي، الأمير نواف السعد يعني رجل إداري خبير، مدرب على مستوى عالي سيد دياز، رغم تحفظاتي عليه خاصة في اللاعبين الأجانب، حقيقة دياز يعني أسأل النادي بالتعاقد مع مافيوس لاعب الأجنبي، وكذلك نفس الشيء فقدنا للحارس العماني الحقيقة اللي سجلها الهلاليين، رغم تواجد عبد الله المهيوب حارس على مستوى عالي وتميز في مباراة اليوم، ولكن الخيار يعني أنا أقصدك أنك لما عندك 4 لاعبين ومباراة يعني ما تستفيد من 4 لاعبين بسبب الخيارات هذا. الهلال أنا أقول لك أرجع لسؤالك، الهلال أنا لن تأثر فيه الخسارة، الهلال تعود على اللعب، عنده صفوف بديله، عنده فريق متكامل، الهلال سيرجع ولا اعتقد انه ستاثر عليه النتيجه في مسيرته في الدوري. احنا بدورنا نتمنى التوفيق للهلال ولجميع الانديه السعوديه في الاستحقاقات الخارجيه. المحلل الرياضي المعروف احمد الملحم، يعطيك العافيه ابو محمد، شكرا جزيلا. الله يعافيك، شكرا لك وشكرا، ونتمنى ان احنا نكون اضافه للبرنامج. يعطيك العافيه، ما قصرت. اذا اعزائنا المتابعين، نصل واياكم لختام هذه الحلقه، الى ان نلتقي في حلقه قادمه، دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.